انت شو فكر حالك عم تساوي؟ انا دفعت المصاري لماني لال، بس هدول مانن دين عليك. بصراحة انا بس رجعت لك يلي إلك علي. هي القصة اخي. شو هالحكي؟ انت امتى دينتوا كل هالمصاري؟ انا بعمره ما كان في معي هالمبلغ لدينك يا اساسا. انا لو كنت غني ما كنت واجهت كل هالشياد. عمو صدقني انا بعرف حالة عيلتي المادية كتير منيح، فيفضل ما تكذب علينا ابنه. نحن منعرف انك انت كتير غني، بس تذكر انه نحن مانا بحاجة احسان وصدقة من حدا. ماني عم اتحسن عليكي ولا عم اكذب على حدا. الحقيقة قبل ما اجي على الهند خبرني ابي ووصاني حتى اعطيكم هدول المصاري. كلياتكم درتوا بالكم على هالبيت لسنين كتيرة. انا بس عم طيع اوامر ابي. هي القصة كلها. واو، قصة ظريفة. صار لك قاعد معنا بهالبيت فترة طويلة، وطول هالوقت ما فكرت بوصية أبوك أبداً، بس لما شفتنا واقعين بهالمشكلة فجأة تذكرت تعطينا مصاري. اسمع، شو ما عملت اليوم ما بيهمني شلون وليش عملت كل هالشي أبداً، بس كمان بما أنك أنقذت سمعة عيلتنا قدام الناس شكراً. تفضل، ما فيني اقبل هالخاتم الغالي، لو سمحت خده. شو عم تعمل؟ انا بدي يكون خاتم الخطبه تبعي، هو الخاتم يلي اشتراه ابي لسومر. ما بيهمني إذا عم ترجعي هالخاتم من باب الكبرياء أو الغرور، بس شو بدك تقولي؟ شو رح تبرري للضيوف؟ إنه هذا الخاتم لإلي؟ وإنه عيلتك اشترت لك خاتم مانو أصلي؟ على فكرة سومر ما بيهمه إذا كان الخاتم غالي ولا لا. فاجأتيني. يعني ميرا دينجرا الصادقة قالت لسومر الحقيقة، وسومر شاب منيح ومانو معترض. ايه تماما. تعرفي شو؟ مفكرة حالك ذكية بس انتي مانك هيك. بالحقيقة انتي وحدة غبية وما فيك تفرقي بين الشي الصح والشي الغلط. بالنسبة لخطيبي سومر انا بوثق فيه ثقة كبيرة، متأكدة انه ما رح يعترض على الموضوع. هي نتيجة قلة فهمك. ماني شايفة اني هيك. مفكر حالك انك انت الوحيد اللي بتفهم بهالعالم كله؟ انت مانك هيك. عن جد؟ ومن امتى بتعرفي تميزي بين الصح والغلط؟ خلينا نكتشف. يلا. ما كان عنا خيار غير إنه نشتري خاتم بسعر 70,000. سومر
نحن رح نكون سوا لبقية حياتنا. كرمال هيك أنا شاركتك قلقي وشاركتك بمشاعري كمان، وعم خبرك شو بدي بكل وضوح. بتمنى إنك تحترم مشاعري وتقدر وضعي. لو سمحت أعطيني الخاتم يلي اشتريته. وأعطيني كمان الخاتم يلي اشتريته بمساعدة فيفان كابو. لكن شو رأيكم هلأ نبلش إجراءات الخطبة؟ بصراحة أبي وأمي قلقانين وما لازم نخلي الضيوف ينطروا. تعالوا. يلا، ما رح تجي؟ خلينا نشوف إذا ثقتي مانا بمحلها أو أنت الغلطة. شو صار سدولي؟ مشكلة الخاتم انحلت شي؟ شو سبب كل هالتأخير؟ في شي مشكلة يعني؟ لا 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 أبداً ما في شي، طمني كل الأمور تمام وما في أي مشاكل. يلا لكن خلونا نبلش بمراسم الخطبة، شو ناطرين لهلا؟ إيه أكيد ما بقى لازم نتأخر أبداً. إيه تماماً، يلا يلا، الكل يجي لهون يلا. ميرا بنتي؟ ليش عم تحطي هذا الخاتم بإيد سومر؟ أمي أنا اللي سدولي؟ إيه؟ قلي لي وين الخاتم يلي جابه مانيلان؟ ميرا بدها تلبس سومر هالخاتم؟ صراحة أنا سومر خلي سومر عجنب، لو سمحتي خبريني شو هالمسخرة يلي عم تصير هون؟ ممكن تفهميني شو القصة؟ ضلينا 3 ساعات لحلينا مشكلة هالخاتم، بالأخير ما جبتي الخاتم الحقيقي؟ بصراحة بلشت حس إنكن ما نكون صادقين، كأنه بلشتوا تضحكوا علينا. أنا متأكدة إنه رح يعملوا شي مصيبة جديدة، وأنا لازم اكتشف شو هي، ومن هون لوقتها رح استمتع بهي الدراما. خلصنا بقى، أكيد ما رح خليكي تضحكي على ابني أكثر من هيك. لا هو خبريني بصراحة، وين راح خاتمكم يلي كان سعره هديك الحسبة؟
كل النسوان مثل بعضهم، كلهم ماديين. قولي لي وينه؟ ليش ساكتة؟ الخاتم مع سومر مرت عمي. شو؟ أنا آسفة، ما بعرف شو صار لي، تأثرت زيادة عن اللزوم. ابني سومر ارتكبت غلط وأنا حطيت الحق عليكم، سامحوني. عادي ولا يهمك. سومر شو قصتك؟ بعدك مستعجل كتير لتخطب البنت. غلطت وعطيتها الخاتم الخطأ. بنتي ميرا تفضلي لبسي لسومر. يا أمي ما بهم أنو خاتم رح ألبس، ما في فرق. مبلا في فرق كبير يا ابني، لا تنسى أنه كل الضيوف شافوا هالخاتم، الكل رح يسألني إلي ومالي حابة جاوب حدا واخترع حجج للعالم. إيه بس يا أمي. سومر لازم تقلها تلبسك الخاتم بإيدك، مفهوم؟ وإلا أنا وأبوك رح نمشي، وقتها فيك تعمل اللي بدك يا. بنتي ميرا خدي الخاتم ولبسيه لسومر. ميرا ميرا شو القصة؟ صاير شي معكم؟ لا أبداً ما في شي، بس هي خجلانة. يلا ميرا لا تخجلي حبيبتي. ميرا يا قلبي سومر ناطر على النار مشان تلبسي هالخاتم، يلا لبسيه. هذا اليوم رح يكون بداية جديدة لأولادنا الحلوين. مبروك، ألف مبروك، ومبروك لألنا ومبروك للكل كمان. شكراً كتير إلكن ولحضوركن وعقبال العزابية كمان. ألف مبروك يا أخي. ألف مبروك. هلأ يبارك فيك يا أخي. خاتم لفيفان كابورو. لا ما لازم تشيل خاتم الخطبة من إصبعك. بس أنا ما فيني شوفك زعلانة كمان. أنا ماني زعلانة عن جد؟ معناها ورجيني ضحكتك. ماني رايقة. طيب فينا نعرف إمتى رح تروقي؟ على الأقل حاولي تروقي قبل العرس. بتمنى ما كون زعجت عصافير الحب، ما بدي تضايقوا مني بس اضطريت إجي. بس أنا ما عندي مانع بوجودك هون. ليكي ميرا ديري بالك، ما بدي إياكي تتعودي على رفقتي، رح تشتاقي لي بعدين. شو حلو، أنتي بتعرفي تلعبي منيح على الألفاظ. مزبوط، فينا نروح هلا الكل ناطرين. يلا. أنا مبسوط، الحفلة مضت على خير والضيوف كانوا كتير مبسوطين، بالنهاية الترتيبات كانت مثالية وفوق هذا الشيء الأكل كان شيء بشهي. لازم نتشكر بيتو، الفضل إله. شكراً لك سيد بيتو، الترتيبات كانت بتاخد العقل. مع الترتيبات الرائعة توقعات ضيوفنا زادت، لهيك نحن لازم هلأ نبهرن بالعرس. شكراً. لسه في شغلة بدي أقولها، حاولوا أنه ما تخبصوا يعني بشغلات تانية، بتمنى هالشي ما
ماشي؟ إيه لا تاكلي هم، اطمنوا أكيد كل شيء رح يكون تمام. لا تاكلي هم. سيد كابور تفضل. مدام، نحن منعتذر منكم كتير، منعتذر على اللي صار بخصوص الخاتم. ولا يهمك يا أخي، ما في داعي تعتذر بنوب، بس لأنه الحق كان معك لما حكيت وقتها، الغلطة كانت غلطة مانيلا، صح؟ ماشي. خلاص اللي صار صار، وهلأ لازم تبلشوا بتجهيزات العرس. ماشي، أكيد. سيد كابور، وهي إجو. العرسان إجو العرسان. خلصتوا حكي أنتوا الاثنين؟ نمشي هلأ؟ ايه يلا بدنا نودعكن، منستأذن هلا. بدكن شي؟ لازم نمشي. مع السلامة. هلا لازم نبلش تجهيزات العرس. بنتي ميرا ضلي اضحكي، ايه نحن جنبك. شو صار؟ شايفك ساكتة ست ميرا، جاوبيني. أكيد مبسوط بعد اللي صار بالخطبة، بس مو مشكلة. أنا عازرتك، أنت ما بتعرف الحقيقة، لهيك أنا عازرتك يا فيفان. شو قصدك يعني؟ الحقيقة أنت ما قدرتي معروفي معي. لا أبداً، صح شفت كل شي بعينك، بس ما فكرت شو السبب ورا هالتصرف. همك الوحيد الطالعني أنا الغلطانة، وأنت يلي معك الحق. عن جد؟ شو الحقيقة لك؟ قولي لي شو صار؟ احكي لشوف. اتركني روح. قولي لي شو مفكر حالك أنت؟ لك عم قلك اتركني روح. بالأول بدك تقولي لي شو الحقيقة اللي ما بعرفها، شو الشي اللي ما شفته أنا. سيلكي سيلكي، شو الظاهر خفتي دغري؟ ما هيك كرمال هيك ناديتي بنت خالتك لتساعدك؟ تفكير هندي. بدك تكون رفيقي مو هيك؟ موافقة، بس عندي شرط واحد، بدك تكون رفيقة لسيلكي كمان. شو؟ شو صار؟ مو على أساس رحتي تغيري ثيابك؟ ايه كنت بطريقي، بس فيفان وقفني. كان عم بيقول انه حابب انكم تصيروا رفقات. كتير حلو عن جد. هلا حكي ميرا مزبوط؟ ما عم صدق. يا قدير شكراً لك، ما توقعت هالشي عن جد. ما بعرف هاد حلم ولا حقيقة. طيب بس بدي اسمعها منك، صح الكلام اللي قالته ميرا؟ عن جد انت حابب نكون رفقات؟ بترجاك قولا بس مرة. فيفان فيفان فيفان، آسف فتت بدون ما دق الباب. شو هالحكي؟
ما في داعي تعتذر. يعني أنت بمقام أبي، مو مشكلة. حاسس في بتمك كلام. ايه مزبوط. ايه انا بدي اتشكرك. شو تتشكرني عشو؟ انا بس عملت الوصية اللي قال لي عليها ابي. لا لا لصة. انت ما اعطيتنا هالمصاري لانه هي وصية ابوك، مو هيك؟ مين قال لك؟ انا اكبر منك. صح الحياة علمتك، بس علمتني أكتر. بعرف أقرأ الناس، وأنت معدنك ذهب، وهالشي مانو غريب عن عائلتكم. من كم سنة لما إجا أبوك لهون، هو بس ضل شي أسبوع معنا، بس قبل ما يروح ويتركنا قدم لنا خدمة كبيرة. واليوم لما شفتنا واقعين بمشكلة ساعدتنا بدون ما نطلب منك شي حتى. أنا عم أعمل كل هالشي لأعرف حقيقة الأسوارة، هذا الشي الوحيد اللي ممكن يخليني لاقي أمي. ولهيك أنا ممنونك كتير. وأنا رح أردلك ياهن بأي شكل شوي شوي، بس أنت خلصتنا من الفضيحة اليوم، شكراً كتير إلك. لا بترجاك عم تحرجني كتير بهالحكي هاد. قلت لك ما في داعي. فيفان، بتعرف شو؟ ارتحت بعد ما حكيتك. لا تتغير، بس خليك مثل ما انت. في شي تاني بدي اقلك اياه، بتمنى ما تجرح ميرا بالكلام. نفسها عزيزة عليها، ممكن تعمل اي شي لحتى تحافظ على كرامتها وكرامة عيلتها. صح أحياناً بتكون صريحة زيادة، بس عندها قلب كبير وطيب. لهيك يا أبني إذا تضايقت من أي شيء قالته بعتذر عنها. صار لي كذا يوم ما حكيت مع أبي، بتمنى يكون عم ياخد أدويته. بشكر القدير اللي وقف جنبنا اليوم، كل شي مرق على خير. ايه أمي، وهدول الاثنين كمان عم يقضوا وقت حلو جوا. لك اتركيهم يشربوا وينبسطوا، اليوم مسمح لهم كل شي. ليك أخي، حابب إلك شي، بترجاك تسامحني. اليوم خربت كل شي من ورا هالخاتم، وكانت رح تصير مصيبة. بس صدقني ما كان عندي جرأة إلك الحقيقة. خلص مو مشكلة، بس شوف خلي ببالك شغلة، بحياتك كلها ما بقى تكذب على حدا. ما رح كذب. اوعك تكذب. انت فتلت معك، بس انا كيف عرفت؟ سألني. شلون؟ لانه يا اخي هيك على طول بس يسكر البنجابي ببلش يحكي شغلات غريبة. لا مو طبيعي دولي، عم تاخديلن اكل كمان؟ اليوم حابة الكل يكون مبسوط، انا عن جد مبسوطة. تسلوا.
برافو دولي، شي حلو شي حلو، شو هالليلة؟ انبسطوا انبسطوا. صوت أخي. شو حلوين. حبيبة قلبي، غيرتي ثيابك؟ إيه يا عمري. تعالي، عادي شوي. شوفي. بس حابة ملي عيوني منك. ليكو اسمعوني شوي. من هذا اليوم لوقت العرس ما حدا يطلب من ميرا تشتغل شي. ايه حبيبتي، صفيان كم يوم ورح تروحي على بيت حماكي. يعني هلا انتي صرتي ضيفه، لهيك أنا حابة أدللك قبل ما تروحي. بدي بنتي تطلع من هالبيت مثل الأميرات. لا لا يا أخي، هيك كتير بكفي اليوم. لا لسه وحدة وبلكي عرفت دولي. ماني خايف من هالمرة. ليك ما تقول هالحكي، بتندم يا أخي. دولي لا، طولي بالك. دولي دولي تعالي، طولي بالك. لا دولي لا تتسرعي، ليكي انا عم فهمه. خلص هذا اخر كاس له، ما عاد يشرب، ما هيك اخي؟ لا 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 لا، طولي بالك طولي بالك. مو معقول. حتى أنا ماني خايفة من حدا أبداً. خلاص خليني أقول كل شي بقلبي. أنتي مفكرة أني عملت هيك مشان حالي؟ أنا كل شي بدي إياه شوفك مبسوطة ومرتاحة وأفرح فيكي. أنا بعرف أنه ما عجبك الفستان اللي جابه سومر، بس أنا قسيت عليكي وجبرتك تلبسي غصبا عنك، بس هالشي مشانك، لأنه يا عمري أنت بطلتي صغيرة، أنت هلأ كبرتي ولازم تسايري. أنا بعرف أنك عانيتي بسبب مشاكل العيلة، بس هلأ خلاص رح ترتاحي، رح تبلشي من جديد. بتمنى تلاقي السعادة وتنبسطي بحياتك وتعيشي معهم بالأمان اللي عشتي معنا. أنتي بنتي الغالية وأهم شي بحياتي. تعرفي هذا البيت وحياتي رح يفضوا، رح يكونوا بلا روح بدونك.
رح اشتاق لك كتير يا أحسن أم بالعالم. لا بقى تحكي هيك، بحبك ماما. كذابة. بكفي، كنا عم نرقص وما أحلانا، يعني ضروري تقلبوا لي إياها فيلم حزين؟ شبكن يا جماعة؟ ميرا، أمك كل عمرها ملكة الدراما، ها؟ القدير بارك لنا بهالفرحة، لازم تقوموا وتحتفلوا، مو هيك؟ مظبوط، أمي معها حق، لازم نكون ممنونين للي منحنا هالسعادة، مشان هيك لازم نشكر القدير يلي بارك فرحنا، وما لازم ننسى الشخص يلي ساعدنا، لازم نوجه له شكر. لو فيفان ما ساعدنا اليوم بهالمصيبة ما بعرف كيف كانت رح تكون حالتنا هلأ. بنتي ميرا، أنا رحت شكرته ومشي الحال، بس يا بنتي لازم أنتي كمان تشكري. أي حبيبتي، أبوكي معه حق. يمكن ما يكون عند فيفان أي دافع خفي بأنه نصير رفقات، يعني ممكن الناس تتغير، وكمان أنا بحياتي ما أزيته، وأبي معه حق كمان، لو هو ما ساعدنا اليوم وكمان لو ما بياع الجواهر كذب بخصوص خاتم خطبتنا كانت عيلتي كتير خجلت اليوم وانهانت كرامتها. ما لازم خلي غروري يوقف بالنص، لازم صير رفيقته. وإذا ما كنا منفكر بنفس الطريقة شو يعني؟ ما نقصة كبيرة، علي يكون رفيقته وبس. كلف 200 ألف ولا 200 مليون ما بيهمني هالموضوع كله، أنا بس بدي أعرف شلون ميرا عندها نفس الإسوارة بس هيك.